تابعونا بالفيديو لتشوفوا اليوغا تابلت 10 اتش دي بلس، التابلت الجديد من لينوفو. مواصفات، الشكل الخارجي، السرعة، كل شيء حابين تعرفوا عنه. السلام عليكم يا شباب، كيف صحتكم؟ معكم دوغن. اليوم بدنا نحكي عن اللينوفو اليوغا تابلت 10 اتش دي بلس. اتش دي بلس لانه فول اتش دي شاشته، بتيجي 1200 ب 1920 بيكسلز. طبعا هو بيجي 10.1 انش، 224 البيكسل دنسيتي البي بي اي تاعها. بيجي منه اثنين فيرجن، طبعا هيدا في فيرجن 16 وفيرجن 32. طبعا هيدا فيرجن 16 اللي معنا هون، مثل ما كنتم شايفين 10.1 مالتي تاتش سيستم ميموري 2 جيجا رام. السرعه الداخليه 16 جيجا، السعه التخزينيه تاعيته في منه بيجي منه 32. طبعا وايرلس لان، اندرويد 4.3 من الشركه بيطلع. طبعا بطاريته 9000 ملي امبير، يعني رائعة، يعني بضاينكم، يعني بصراحة بتنسوه، عرفتوا كيف؟ بتنسوه، ما بقى بتكون دلكن عطلانين هم تشريش. خلينا نفتحه ونشوف شكله الخارجي وبلش احكيكم عن مواصفاته بالتفصيل. اوكي، بسم الله. شلنا عنه نايلون. طبعا نسيت لكم شغلة انه دولبي سراوند سيستم، وهلا بقولكم عن سناب دراجون. والله هيدا هو الجهاز، هلا بنشوفه. خلينا نشوف شو بيجي بالعلبة كالعادة. اي ثينك هون الشارجير والكتالوجات، حتى نعملها هيك تشوفون احسن. كالعادة شوف شو هي هاي. هاي اي ثينك شي مشان اللي يمكن القاعدة تاعيته. هلا بنشوف شو هي، هلا بنشوف هلا بينه معنا. هون الشريط اليو اس بي مع المايكرو يو اس بي مشان الكمبيوتر، تشريج ونقل الداتا. وطبعا اخيرا اي ثينك هيدا الشارجير مزبوط. يا شباب هيدا هو الجهاز، ما شاء الله تبارك الله، مثل ما نكون شايفين. هات نبلش نشيله. شكر خاص طبعا للينوفو، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. خلينا نبلش بالشكل الخارجي. هاي من جهة اليمين، هيدا الجاك تبع الايرفون من هون، فوليوم اب اند داون، مايكروفون مشان التسجيل. من جهة فوق ما في شيء. نيجي من جهة الجنب هون، هون في عنا المايكرو يو اس بي مشان التشريج، مشان تشكوه وتشرجوه، وهيدا الان والاوف تاعه. طبعا من جهة ورا في عندكم الكاميرا تاعيته، هلا بقول لكم حجمها قديش البكسل تاعها. طبعا هيدي القاعدة تاعيته من ورا مشان تقدروا تحطوه بوضعيات مختلفة، فيكن تحطوه بهالطريقة، فيكن تميلوه، فيكن تجلسوه اكثر، او كمان فيكن تحطوه بهالطريقة وتقعدوا تشتغلوا عليه كتابلت عادي، او حتى ايفن كأنكم عم تستعملوا لابتوب مشان تكونوا تحضروا مثلا شيء. طبعا هون حاطين لكم المواصفات تاعيته. الكاميرا هي 1.6 ميجا بكسل، طبعا بيجي دولبي سراوند ساوند مثل ما قلت لكم، 10.1 فول اتش دي، 18 ساعة الباتري بالضاين تاعيته، التلت مود تاعيته هاي اللي من ورا، والهولد مود مشان فيكم تكمشوه فيها كمان للجهاز، يعني هيدي كمان. هلا هي هون البطارية اجمالا، هون بتيجي البطارية، وبنفس الوقت فيكم تكمشوه، بنفس الوقت فيكم تفتحوها لهاي مشان تحطوه بوضعيات معينة. انتو شايفين الرقية تاعيته ولا ما شايفينها؟ يعني انا بس بدي اشرح لكم، تفضلوا شوفوا ملا رقية. ما بخبركم قديش رقيق الجهاز وخفيف على الايدين. خلينا نضويه شغله شوي ونشوف الشاشة والدقة تاعيته ومواصفاته. اوكي يا شباب ضويناه، هيدا هو الجهاز. مثل ما انكم شايفين بتضووه من الجنب مثل ما قلت لكم. الانلوك منفوت على الصفحة الاساسية اللي هي هاي. طبعا مثل العادة لينوفو رجعت، يعني نفس الشيء عم تعمل، ما عم تعملكم محل الابليكيشنز مانجر او ابليكيشنز، هيدا كل شيء بتنزلوه بينزل هون برا على الديسكتوب. طبعا البروسيسور تاعه هو كوالكوم سناب دراجون 400 كواد كور. اوكي، سرعوه عن القديم. قديم كان مش كوالكوم كان هيدا اللي عم بيستعملوه كبروسيسور. الفرق انه الشاشة كمان هيدي فول اتش دي، اللي قبل ما كان فول اتش دي. بيجي بقلبه ابلكيشنز كتير حلوه، عندكم الدولبي، فيكم تعملوا تسجلوا وتحطوا فيديو، تعملوا اديتنج،
بيجي عندكم البلاي نيوزلتر، فيكم تقروا اشياء من الانترنت. عندكم الكينج سوفت اوفيس اللي هو بيشغل المايكروسوفت وورد واكسل وهدول ومايكروسوفت الاكسل شيت والباوربوينت. في عندكم سكيوريت سينكت وشيرت مثل العاده خاصه بلينوفو. الجهاز هو جيلي بين 4.3 ابجريدد لسيركت كات. هون مثل ما نكون شايفين اندورنس عطينا 16 ساعة، مع العلم انه بطاريته مثل ما نكون شايفين انا بعد ما شرشته شلته من العلبة رأسا وشغلته. هون فيكم تفوتوا على السيتينجز تغيروا بالسيتينجز كالعادة. ستورج تاعه مثل ما قلت لكم 16 جيجا، بنعمل له ابجريد، بنحط له اس دي كارد مثل ما نكون شايفين. هتا فرجيكم هون بنحط الاس دي كارد، شايفين هاي هون، بس تفتحوها هون فيكم تحطوا المايكرو اس دي كارد وفيكم تحطوا السم الشريحه. هذا بيجي 3 جي واي فاي طبعا. ومثل العاده الاشياء الشيء المهم فيه هو الباور مانجمنت، بيعطيكم كم ساعه بيشتغل الجهاز، قديش بعد باقي له. فيكم تحطوا باور سيفنج مود يلي هو بتنقوا انتم بالضبط شو بدكم تحطوا سيتنجز معينه، فيكم تفوتوا عليها تحطوا مثلا انه ما يشتغل الواي فاي، ما يشتغل الثري جي، ضلكن على الداتا مثلا العادية. كاميرته 8 ميجا بيكسل، حسنوها عن اليوغا تابلت اللي قبله كانت 5 ميجا بيكسل. ما بعرف يعني، والله جهاز رائع يعني، كل واحد بيحب يحمل جهاز خفيف وبقلبه كل شيء. صدقوني ما قالوا إلا هيدا لينوفا اليوغا تابلت اتش دي بلس، رقيق خفيف 3 جي واي فاي، شو بده الواحد اكتر من هيك. شايفين بتحطوه باي وضعيه بدكم اياها. جهاز كتير حلو، اهم شيء فيه بطاريته رائعه، شاشه فول اتش دي، دولبي سراوند، صوت رائع، بروسيسور سناب دراجون 400. طبعا من هون بيعطيكم الستاند مود، بيعطيكم كيف هو هلا الجهاز محطوط، اندورنس تايم قديش، والسكيورتي اتش دي من هيدي الجهه بتنزلوا الشورت كاتس كلها اللي بدكم تفوتوا عليها. هيدا نشوف اذا عملنا باثنين بيجي اكتر، هي ذاتها. ومن هون بتفوتوا من تحت، بتفوتوا على السيتينجز والبريفرنسز والبريفيو والثيمز، فيكم تغيروا الثيمز، فيجي معه بري انستولد. هدول اثنين ثيمز. بتمنى ان يكون عجبكم الفيديو يا شباب، ما تنسوا تحطوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتعملوا له شير للفيديو. نشوفكم مرة تانية بحلقة جديدة مع جهاز لينوفو اخر باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.